When I first met Dr. Ibrahim Al-Nahmi in 2009, and perhaps one of the most interesting meetings that I've ever been a partner to, we did it via Skype from 9,000 miles apart. As you know, when you established this project in 2010, we were the first actually to be on the grounds. There were no T-boys, there were no maintenance people, and we worked very hard in establishing the missions of the Community College of Qatar. لا أنسى أول ما جينا للكلية وبالذات لسيرينج طلبوا مننا أنه سيرينج هذه حتكون كلية للبنات فلما جينا لقيناها معرض سيارات، معرض سيارات مهجور ومقبر وبعزيمة وإصرار الدكتور إبراهيم النعيمي تحول معرض السيارات إلى كلية في 15 يوم بقدرة قادر وبإصرار الدكتور إبراهيم النعيمي. يوم احنا انتقلنا الى المبنى هذا الجديد لافتتاح الدكتور ابراهيم كان يوقف في الاستقبال في صفوف يقول لنا حطوا الكراسي في هالمكان، حطوا الطاولات السوفا في هالمكان. كان يساعدنا بكل الامور صغيره او كبيره، كان يتابع كل الامور معنا وشخصيا مع الناس المعنيين. الملاحظ حرصه على العمل، المتابعه الحثيثه، دقه في الحسابات. أنا ما أنسى ذلك اليوم اللي انفصلنا فيه عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يوم فتحنا حسابات خاصة بالكلية. يومها قال لي راشد تقدر تدير الحسابات لحالك؟ صراحة أنا كنت قادر ومستعد، لكن بعد ما قال لي هالكلام صراحة ترددت وراجعت نفسي مرتين ثلاث. وفي الأخير من فضل الله قدرنا نفتح الحساب. There is one aspect of Dr. Ibrahim that I will always remember. A man who has a huge heart. A man who has a huge sense of ethics and morals above everything. فكان دائما يهتم باخذ راي الموظفين اللي معاه، يتعامل معاه بكثير من الاهتمام ومن الرعايه ومن الاحترام المتبادل يعني طول عمرنا. دكتور ابراهيم وبكل فخر انجز في هذه الفتره خلال فتره رئاسته لكليه المجتمع العديد من البرامج المميزه والجديده والتي لا تطرح الا في كليه المجتمع. وأصبحت برامج تنافسية مع العديد من الجامعات العريقة الموجودة بالدولة. We always ask ourselves, why is it that Dr. Ibrahim does not age, mashallah? We all age, we all grow and get older and older, yet, mashallah, you still look like you're 40 years old. So we want to know what is the secret ingredient that you put together in your chemistry lab at Qatar University. سأذكرك بالأوقات التي لم نتفق فيها وليس الأوقات التي اتفقنا فيها وهي معظم الأوقات كيف تعاملنا فيها ولم تؤثر على مستوى صداقتنا ومعزتنا زادت من مقدرة احترامي لك ومعزتي لك في الأربع سنوات وأنت لم تكن لي بمثابة رئيس فقط ولكن كأخ وصديق نتواصل يومياً في أمور الكلية وأمور الطلاب وحماسك واندفاعك لدفاع وتطوير هذه الكلية حفزنا جميعا خصوصا أنا للمزيد من العطاء وإظهار الكلية بأفضل صورها وتطويرها. أشكر الدكتور إبراهيم على السنوات التي قضيتها معه ومرت كأنها لحظة وأدعو له بالتوفيق. طبعا لو قلت شكرا فإن شكري لا يوفيكم وأتمنى لسعادة الدكتور إبراهيم النعيمي كل التوفيق وكل النجاح في المنصب الجديد الذي هو أهل له بإذن الله. He is the kindest man I know and I'm glad that he's my friend. Dr. Al-Nahmi, in this tribute to you about what you've done, I'm happy that I had an opportunity to just say a few words. Thank you for all that you've done to help me become a better person and to help this wonderful institution grow, and it will continue, I'm sure. I certainly would like to thank you for the opportunity. You're not only an icon in Qatar, but certainly an icon throughout the nation. And we wish you much success in your new endeavor. الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي وربنا يوفقه في حله وترحاله أينما ذهب وأينما حل
معه بل تسبقه دعواتنا له بالتقدم والنجاح والسداد. أشكر الدكتور إبراهيم على جهود الصراحة الواضحة في المجتمع كله في تطوير كلية المجتمع من الصفر إلى الأعلى، وأتمنى له التوفيق إن شاء الله في حياة العملية ومنها إن شاء الله للأعلى، ونسمع إن شاء الله أخبار حلوة على الدكتور إبراهيم. ما فينا ننسى فضل الدكتور إبراهيم علينا كلنا كموظفين وعلى الطلاب وعلى الكلية وعلى المجتمع القطري خاصة يعني. فبالتوفيق للدكتور إبراهيم وإن شاء الله ما تنقطع الاتصالات معه. I will not say goodbye to Dr. Rahim. I will say thank you. Thank you for being the father of the college, for being the mentor and the leader. We will be in touch إن شاء الله and thank you very much for everything. فبإذن الله يستمر في دعم للكلية ودعمنا جميعا، ونتمنى له كل التوفيق والسداد في مكانه الجديد، وتحياتنا له ومع الشكر. أتمنى لسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم التوفيق والنجاح في كل المناصب التي تسند إليه، فهو يستحق كل الخير. الله يوفقه ويسدد خطاه. Thank you once again Dr. Ibrahim for your mentorship, for your leadership and for your support all these years. I wish you the best of luck, and I know that there's nobody that can take the ministry to another level than yourself. Again, you have inspired everyone here at the college, and I know you will do the same at the ministry and in this great country. Thank you. Dr. Ibrahim, Abu Muhammad, I wish you the best of luck in your life and your journey. And I will remember you وصورتك مرسومة بين جدران الكلية وبين ممراتها. أتمنى لك كل التوفيق وكل الشكر وكل التقدير. أتمنى لك كل التوفيق في الوزارة، وعملنا سيتواصل إن شاء الله بتمثيلي في الكلية ودفاعي عن مصالحها وأمورها، سنتواصل باستمرار، وأخوتنا ومحبتنا إن شاء الله ستواصل مدى حياتنا طالما أنا وإياك موجودين على وجه الأرض. نحن أخوان وأنا في الخدمة في أي وقت، متى تشاء ومتى تريد. أنت عارف معزتك عندي دكتور، وأنا لن أنسى هاي المعزة والمحبة والاحترام إن شاء الله.